أعجبت الإعلامية بسمة وهبة نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر بسبب قرار النقابة بمنع 19 من مطربي المهرجانات. ونشرت بسمة وهبة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام منشورا قالت فيه: سيادة النقيب الفنان هاني شاكر صاحب التاريخ الفني الكبير، لم أفهم حديثك بالمدح في مطربين الراب في الوقت اللي حضرتك قررت منع مطربين المهرجانات عشان خطر على الغناء المصري والذوق العام. حضرتك عارف ان في بعض اغاني الراب اخطر 1000 مرة من اغاني المهرجانات. توقعت من نقيب الموسيقيين المصري ان يستشهد بمطربي فرق الموسيقى العربية، لا ان يحدثنا عن قيمة فن الراب لان ابن حضرتك وزوجتك بيحبوه. وكانت نقابة المهن الموسيقية قد أصدرت قراراً أول أمس الأربعاء بمنع 19 من مطربي المهرجانات عن الغناء، من بينهم حسن شاكوش، حمو بيكا، مسلم، أحمد موزة. واختتمت بسمة وهبة: حضرتك نقيب الموسيقيين في دولة اسمها مصر، يعني تاريخ الغناء العربي كله فيها أكبر وأعظم وأهم من أن نقيب الموسيقيين فيها يمنع غناء ويسمح بنوع تاني عشان أسرته بتحبه. أين العدل يا معالي النقيب؟ وأوضح نقيب المهن الموسيقية خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاعة على القناة الأولى مع الإعلامية شفكي المنيل: الراب فن مختلف عن المهرجانات، واللي بيقدموه عندهم أفكار وموضوعات نتفق أو نختلف عليها، لكن وضعهم غير بتوع المهرجانات، فنحن ضد مخالفة القوانين. وأضاف إن ابني شريف حضر حفلة ويجز في المنارة وكان مبسوط جداً. عزيزي المشاهد، إذا أول مرة بتشاهد قناة ثقافة ومعلومة لا تنسى لايك واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلك كل جديد. مع أجمل ورقة تحياتي وتحيات أسر ثقافة ومعلومة، تابعوني.